كيف أكتشف سرطان الثدي؟ إذا كان سنك فوق 40 فيجب أن تذهبي لفحص الماموغرام سنوياً. إذا كنت أقل من سن 40 يجب القيام بالفحص الذاتي مرة كل شهر. ارفعي ذراعيك للأعلى، استخدمي أطراف أصابعك مع زيت أو جل استحمام. قومي بفحص الثدي بتمرير الأصابع بحركة للأعلى والأسفل، وحركة من الداخل إلى الخارج، وحركة دائرية. إذا كانت الأعراض موجودة، سيطلب منك الطبيب إجراء فحص الماموغرام، وفي بعض الأحيان مرفقاً بأشعة صوتية أو بالرنين المغناطيسي حسب حالتك. بعد ذلك يتم التنسيق مع طبيب الأشعة للإطلاع على نتائج الماموغرام والأشعة الصوتية والرنين المغناطيسي إن لزم الأمر. فإذا تبين أن النتيجة طبيعية، فذلك يعني أنك سليمة ولله الحمد. أما إذا كانت النتيجة غير طبيعية لا قدر الله، فإن الأمر يستدعي أخذ خزعة من أنسجة الثدي وإخضاعها للمزيد من الفحوصات. إذا أظهرت النتائج أن معظم أنسجة الثدي حميدة، فذلك يؤكد غياب الإصابة بالسرطان. أما إذا أظهرت النتائج أن الأنسجة غير حميدة لا سمح الله، فذلك يؤكد الإصابة. ولكن لا داعي للقلق، لأن نسبة الشفاء تزيد في حال اكتشاف سرطان الثدي مبكراً بإذن الله.